ينضم إلينا من كييف مراسلنا إياد ستيتي. صباح الخير إياد. وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن قواتها تتحرك نحو باخموت بقوة. ما هي آخر التطورات في هذا الإزاء؟ نعم معد، صباح الخير. بطبيعة الحال لا تزال هذه المعارك ما بين الجانبين الروسي والأوكراني مستمرة في كافة الجبهات وفقا لبيان الأركان العامة صادر صباح اليوم. هناك يعني بحسب البيان معارك في عدة محاور، نتحدث عن محاور أفديفكا وشختار وباخموت ومارينكا، فيها يعني تستمر أشرس المعارك ما بين الجانبين في منطقة أو في محور باخموت تحديدا. يعني منذ أيام، منذ يومين تقريبا، يعني كانت هناك حملة عسكرية واسعة النطاق شنتها القوات الأوكرانية باتجاه مواقع القوات الروسية في هذه المنطقة. اليوم بيان الأركان أكد أن القوات الروسية حاولت خلال الساعات الماضية التقدم باتجاه بلدة بهدانفكي في هذا المحور، لكن القوات الأوكرانية قامت بصدها. أيضا هناك محاولات للتقدم من جانب القوات الروسية في عدة محاور، نتحدث عن محور أفديفكا، هناك هجمات على ذات المدينة خلال الساعات الماضية، وأيضا على محور كوبيانسك، وذلك تحديدا في منطقة ستيلماخيفكا. أيضا القوات الأوكرانية تمكنت من صد كافة هذه الهجمات في هذه المحاور. أيضا محور شختار أيضا كان قد تعرض خلال الليلة الماضية لهجمات من قبل القوات الروسية، وذلك مع مواصلة القوات الروسية قصفها لمواقع القوات الأوكرانية بمختلف أنواع الأسلحة. نتحدث بحسب البيان عن 38 اشتباكا حدثت ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية وفق بيان الأركان العامة. الجيش الأوكراني كان قد أكد خلال اليوم الماضي أنه حرر بلدة ريفنابل في مقاطعة دانيسك، هذه البلدة التي يعني تقع بالقرب من منطقة فوهليدار، وهي التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة دانيسك. إذا يعني تكون القوات الأوكرانية قد تمكنت من تحرير 9 بلدات وقرى في الاتجاهين الجنوبي والشرقي، نتحدث عن محوري دانيسك وزاباريجيا. أيضا يعني القوات الأوكرانية تحدثت خلال اليوم الماضي عن التقدم بعمق بأكثر من كيلومتر ونصف في مختلف هذه المحاور، هذا يعني أن القوات الأوكرانية باتت تشن يعني هجوم واسع النطاق في مختلف هذه المحاور. أيضا تحدثت نائبة وزير الدفاع الأوكراني عن تمكن الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية، يعني منذ بدء هذا الهجوم المضاد مطلع هذا الشهر، من تحرير ما مجموعه 130 كيلومترا إلى غاية يوم أمس. أيضا هناك حسب بيان الأركان العامة كانت يعني لخص مجموع العمليات القتالية خلال الساعات الماضية بشن القوات الأوكرانية 6 ضربات جوية استهدفت مواقع القوات الروسية على طول الخط الفاصل. هناك استهداف لأحد مراكز السيطرة والتحكم ونقطة لتجمع القوات الروسية و12 موقعا للوحدات المدفعية في مختلف هذه المحاور. إذن وعد، لا تزال العمليات القتالية الهجومية ما بين الجانبين، سواء ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، مستمرة في كافة المحاور. في بعض هذه المحاور يعني تأخذ زمام المبادرة الهجومية القوات الأوكرانية، وفي بعضها تحاول القوات الروسية الدفاع، كما هو في محور أريخفا جنوبي مقاطعة زاباريجيا، حيث يقول بيان وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية أصبحت تستخدم العديد من قوات الاحتياط والقوات الإضافية في هذا المحور تحديدا إلى الجنوب من مقاطعة زاباريجيا لمنع تقدم القوات الأوكرانية. فيما يتعلق بالهجوم المضاد، كان هناك العديد من التصريحات من المسؤولين العسكريين حول تباطؤ وتيرة هذا الهجوم المضاد، وآخرها كان من قائد العمليات أو قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، الذي قال بأن يعني لا توجد لغاية الآن، ولم تزج بالقوات
الرئيسية فيها من القوات الأوكرانية من أجل المشاركة في هذا الهجوم المضاد. هو تحدث عن أن يعني العقبة الأكبر التي تواجه القوات الأوكرانية في سبيل في التقدم هي الحقول المزروعة بالألغام، وأيضا التضاريس أو مسرح العمليات المفتوح. هناك مناطق مفتوحة كثيرة لا يمكن للقوات الأوكرانية تغطية وحداتها وقطاعاتها العسكرية هناك، وبالتالي هذا قد يبطئ من سير هذه العملية. ومع ذلك هو كان قال بأن القوات الأوكرانية يعني تبلي بلاء حسنا هي تتقدم في كافة أو في مختلف هذه المحاور. شكرا لك إياد السيتي، كنت معنا من كييف.